بفهمش فصل 6 في الدستور. فصل 6 بفهمش. بفهمش احطها في قانون اساسي. فصل 6 احطها في قانون اساسي. بس دين العالم الكل ما فيهاش فصل 6. اللي عجبه ما عجبهش ابتدائي هذا اوروبا هنا. ما فهمش. فصل 6 بفهمش. اقتلوا لي ونحن الحضور. والله ما بعدها كان عجزني. والله لا الذي لا اله الا هو. اذا تعداها كان الميت. بلاش غلبوا هنا. حتى واحد متكلم. ما فهمش فصل 6 في الدستور. ما فهمش. ما فهمش. ما عجبهش يكذب. ما فهمش فصل 6. نحى. ما فهمش. يا خير الله اركبي. يا خير الله اركبي. يا خير الله اركبي. اين حماد الديار؟ اين حماد الدين؟ اين حماد الدار؟ يا خير الله اركبي. والله على جبتي. والله على جبتي. اموت في جيري. اللي حب يحديه في الليل. ما فهمش فصل 6. فصل 6 ما فهمش. ما فهمش. ما فهمش. ما فهمش. ما فهمش فصل 6 الا وانا ميت. الا وانا ميت. حاسني اني بالطبع. ما فهمش فصل 6. ما فهمش. مش اوروبا تقرر واحنا ننفذوا هنا. ما فهمش. ما فهمش. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما فهمش فصل 6. ما فهمش. يرفع. يحذف مده. تحب تصوت على حذف تفضل. تحب تصوت على حذف تفضل. ما فهمش فصل 6. ما فهمش. ما فهمش فصل 6. ما فهمش. 6 ما فهمش. حطها في القانون الاساسي. حطها في القانون الاساسي. امين احفظ. تعال اقتلني يا جماعه. تعال اقتلني. هات نذكر الله مجلس هنا. ما فهمش فصل 6. واللي ما عجبهاش هيفتحها. الدستر الملكي اللي واقف حقه ليه؟ تعالوا وصل تعالوا وصل تعالوا وصل تعالوا وصل يا قدوة بشر فرنسا وذرية لي يلقوا بعض أي وصل تعالوا علي ما فهمش ما فهمش رجاء يا سيد المقرر رجاء والله العظيم يا مرة أنا وأنا ميت سي القساس ما فهم السيد الرئيس انتقاد تشوش على الجلسة العامة وتشوش على الزملاء نتاعك الكل باش نطلب منك اما باش تشد مكانك ما كانش ما كانش باش تغادر الجلسه ما غادرهاش تعال خرجني تعال خرجني تعال خرجني انا نجيك نخرجك يعني الشعب حطيني مش انت لا اخي ايش بيك يا ولدي فين تحسيب روحك تحسيب روحك في دار الشعب انا نايم دار الشعب انا نايم الشعب هكا شعب كلفك باش تتفرج على الزملاء نتاعك الكل اي نعم اي نعم انا نطلب من الزميل باش يشد مكاني ماني شاد بلاصتي شد بلاصتي ماني شاد بلاصتي شد بلاصتي ماني شاد بلاصتي ما تشد بلاصتي للمره الثانيه والثالثه والله انا نبه عليك ايش كب علي ها نقول لك الا في حاله واحده يعرض على التصويت الغاها ومن عدمه والله هذا الكل فيلم هذا الكل فيلم فيلم اي فيلم فيلم هذه ممثل حر لا وخاصة قدام الكاميرا هي يقف سكرها الكاميرا سكرها سكرها الكاميرا يا ولد سكرها فيلم فيلم حرب لي ديني وتقول فيلم نعلوها في كراسي نعلت الله على كراسي في موضوع تصويت الناس يلغوه من الدستور يلغوه حدود القانون الاساسي مش انا جايين من برا هي قالوا لي تصويت الرياني سامحني يا سيدي ربي قطع من زي ما فهمش اي يعرضوا على التصويت الغاء وانا زي الغاء وانا زي ما ربع لا 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 سيد الرئيس على فكره انا مش كلامي هذا كلام مفتي الجمهوريه
وكلام هيئات المسلمين الاعلى اني ما نفقهش في الدين حتى شيء. يمكن اني اعصى واحد في المجلس وما زايد حتى على واحد وما تجيرش بالدين والانتخابات الجايه مانيش مترشح وما يعنيني حتى شيء. فهمت؟ اذا نجيه المجلس هذا المره فاته الجايه قول لي راكبك شعبي. لكن امور هذه الدستور دستروا ذريه مي وذريه توانسه كل الدستور هذا قالوا لي الناس اني ما نفقه شيء سيد رئيس الدين. راهو والله حتى القران نقرا فيها مكسر بن عفيش باش ما تقولش لا فيلم ولا تجاره. فهمت؟ علماء المسلمين قال لك هذا باطل، مفتي الجمهوريه قال لك هذا باطل، لا تحطوا فيه.